ظاهرة منتشرة من مظاهر الشذوذ الفكري العديدة في أوروبا المتحضرة، والتي يسبح بحمدها بعض الانهزاميين من أبناء جلدتنا، وهي ظاهرة الكلاب البشرية. عددهم وصل لعشرة آلاف في بريطانيا فقط، هذا بخلاف الدول الأوروبية الأخرى التي تحذو نفس الحذو. عالم غريب لا يعرف عنه الكثير حتى الآن، ولكنه بدأ ينتشر بشكل كبير في أوروبا وخاصة بريطانيا، حيث يريد عدد من الرجال البالغين أن يكونوا كلابا يرتدون أزياء الكلاب المصنوعة من اللاتكس والجلد، ولديهم علاقات مع عمال من البشر، والمتحمسين لها يقولون إنها ليست دائما مسألة جنسية، ولكنهم يريدون فقط أن يعيشوا حياة الكلاب. ووصل عدد المنخرطين بظاهرة الكلاب البشرية في بريطانيا وحدها 10,000 فرد أو كلب. ويقول أحد المنضمين لهم في تصريحاته الصحفية: تعيش الكلاب حياة مريحة بشكل لا يصدق، ليس عليهم أن يذهبوا إلى العمل أو يتألمون بسبب كل أنواع المشاكل الإنسانية، ليس لديهم حتى إحساس بالمستقبل. كلبي ينام 16 ساعة في اليوم، أنا محظوظ إذا تمكنت من تجاوز بضع ساعات دون أن أكون مستيقظا من بعض القلق الكامن. وبعد زيادة الأعداد بهذا الشكل، أصبح وجودهم أمرا واقعا، مما يدفع إلى عمل محلات لبيع مستلزمات خاصة بهم، ووجود مدربين لهم يوفرون لهم العيش كالكلاب. كما لم يقتصر على هذا الحد، وإنما وصل إلى مسابقات للنباح ومسابقات أوروبية على مستوى القارة، ستكون تحت اسم مستر أوروبا لأفضل كلب بشري. وأصبح عدد المنخرطين بتلك الظاهرة قابل للزيادة، وذلك بسبب تبادل الثقافات بصورة كبيرة. مهما كان حجم السوء بها، إلا أن هناك فئة كبيرة تقوم بالتقليد فقط، وبالتالي قد نرى الأمر اعتياديا في المستقبل. ويحاول هؤلاء الرجال في تلك الظاهرة أن يعيشوا حياتين بنفس الوقت، بالإضافة إلى حياتهم بعد العودة من عمل بعضهم بطريقة الكلب، ليتلذذوا بما يشعرون به من ذل خلال ممارساتهم تلك الظواهر البعيدة عن الفطرة الإنسانية السليمة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.